بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات العظيمة فيها أحكام وعظم وعظات توجيهات من الله سبحانه وتعالى. حيث قال سبحانه وتعالى في بدايتها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. فهذا وعد من الله عز وجل أن من تجنب كبائر الذنوب فإن الله يغفر له ما دونها من الصغائر، لأن الذنوب كما ذكر أهل العلم على ضوء الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، إلى ذنوب كبائر وذنوب صغائر. والكبائر تنقسم إلى قسمين، كبائر عظيمة أكبر الكبائر كبائر دونها، والكبيرة كما ذكر أهل العلم ضابطها كل معصية توعد عليها بالنار أو
بغضب من الله أو نهي عن صاحبها الإيمان أو لعن من فعلها، فإنها كبيرة. أو رتب عليها حد في الدنيا، رتب عليها حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات، فإنها كبيرة وهي تختلف، بعضها أشد من بعض. قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأشدها الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أذان ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الكبائر تتفاوت، وأشدها الشرك بالله، نسأل الله العافية، لا يغفره الله إلا بالتوبة. فمن مات وهو يشرك بالله فليس له طمع في مغفرة الله ورحمة، وإنما مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها. وأما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. ولهذا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء تحت المشيئة. هذه هي الكبائر، وهي لا تغفر إلا بالتوبة أو إذا شاء الله أن يغفرها لصاحبها. والكبائر كثيرة، كل من طبق عليها عليه هذا التعريف فهو كبيرة، وهي كثيرة، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي إلى 700 أقرب، 700 أقرب. وتألف فيها العلماء مؤلفات بينوا شيئا منها، كالإمام الذهبي في كتابه الكبائر، كذلك الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المكي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. فهي خطيرة على الإنسان، ولا بد أن يحذر منها، وإذا وقع في شيء منها فليبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة، وإلا فهي خطيرة. فإذا تجنب الإنسان الكبائر
فإن الله يغفر له ما دونها. الصغائر تكفر بأشياء، أولها اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ثانيا تكفر الكبائر بأداء الفرائض، قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن أقام الصلوات المفروضة وحافظ عليها فإن الله يكفر بها ذنوبه التي هي دون الكبائر. ومنها المصائب التي تصيب العبد في نفسه أو ماله أو أهله يكفر الله بها ذنوبه الصغائر. فمكفرات الصغائر كثيرة وهذه أهمها، يكفر عنكم سيئاتكم يعني التي دون الكبائر، هذا وعد من الله جل وعلا. والوعد الثاني وندخلكم مدخلا كريما، ندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة، تكفر الله ذنوبه الصغائر ويدخله الجنة ويدخلكم مدخلا بضم الميم عند جمهور القراء، مدخلا وهو مكان الدخول، المدخل مكان الدخول وهو الجنة. وقرئ مدخلا وهو مصدر، دخل يدخل مدخلا، مصدر ميمي، مدخلا كريما طيبا، هذا وعد من الله جل وعلا لمن اجتنب الكبائر، أن يكفر الله عنه الصغائر وأن يدخله الجنة. فقال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا نهي من الله عز وجل أن يتمنى الإنسان ما يراه على أخيه من النعمة وما فضله الله به على غيره، أن يتمنى أن الله يزيل هذه النعمة عنه ويعطيه إياها، يتمنى أن الله يزيل النعمة عن هذا الذي رآه في نعمة ويسلبها منه وأن يعطيه إياها. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وهذا الحسد، هذا هو الحسد والعياذ بالله، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وأن يعطيك الله إياها دونه، هذا هو الحسد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، هو الذي أوقع إبليس والعياذ بالله بما أوقعه حينما حسد آدم، وهو الذي أوقع اليهود الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم
وهو الذي أوقع ابن آدم في قدر أخيه لما تقبل الله منه دونه قال لا أقتلنك قتل نفذ بسبب الحسد والعياذ بالله. فالحسد داء خطير. وإذا رأيت على أخيك نعمة أدعو له بالبركة واسأل أن الله يعطيك مثله. وهذا ما يسمى بالغبطة، إذا رغبت أن الله يعطيك مثل ما أعطى أخاك من الخير فهذا محمود، وهذا يسمى بالغبطة. أما النوع الأول وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه هذا الحسد والعياذ بالله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فالله يفضل بعض الناس على بعض، فضل الله يؤتيه من يشاء، الله واسع عليم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قال جل وعلا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فكل من الرجل والمرأة يكتسب لنفسه، يكتسب لنفسه ما يرغب فيه من الخير من أعمال الدنيا والآخرة، ولا يبقى معطلا من أمر الناس ويتحسر إذا رأى الناس بنعمة يتحسر. يا أخي تحرك أنت، اطلب الخير. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فالرجل يتحرك ويعمل، والمرأة أيضا تتحرك وتعمل لنفسها من عمل الآخرة ومن عمل الدنيا اللائق بها، اللائق بالمرأة. ولا يبقى الإنسان معطلا ويريد أن الرزق يأتيه بدون سبب وبدون عمل. الله ربط الأعمال، ربط الرزق ببذل السبب، يجلس ولا يتحرك ولا ويبقى الدنيا تدخل عليه في بيته ما حصل عليه. الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذا شيء أن الإنسان يتحرك ويطلب الخير لنفسه. والشيء الثاني واسأل الله من فضله، فأنت ابذل السبب ولا تتكل على السبب، بل اسأل الله من فضله. فالله جل وعلا وجهك إلى أمرين، الأمر الأول الاكتساب، والأمر الثاني أن تسأل الله وتدعوه أن يعطيك من فضله. هذه الأمرين، فلا يكفي أنك تعمل السبب ولا تدعو الله، ولا يكفي أنك تدعو الله ولا تعمل السبب، لا بد من الجمع بين الأمرين. هذا توجيه الله جل وعلا لعباده، واسألوا الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما، كان يعني ولا يزال سبحانه وتعالى، لا يزال بكل شيء عليما، يعطي كل واحد ما قدره له، وهو يعلم من يصلح لإسباغ النعمة عليه، ويعلم من لا يستحق ذلك، يعلم من يشكر النعمة ويعلم من يكفر النعمة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى.
تفوض الأمر إلى الله جل وعلا، ولا تظن أن الله غافل عنك، الله بكل شيء عليم، الله يعلم كل شؤون عباده، إن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال جل وعلا: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. هذه في المواليد، هذه الآية في المواليد. لكل جعلنا موالي يعني ورثة من عصبته وأقاربه مما ترك الوالدان والأقربون، يعني لذلك جميع الأقارب، الأصول والفروع والحواشي، هؤلاء هم الورثة مما ترك الوالدان والأقربون. ثم قال جل وعلا: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذا صنف كان من الورثة في أول الإسلام، في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يتحالفون فيما بينهم، يتحالفون ولو كان غير طيب له يتحالف معه على النصرة، تتحالف معه على النصرة، وتتحالف معه على الملازمة معه، على ملازمته، وهذا ما يسمى بالحلف. ويتوارثون، كانوا يتوارثون به، يقول: الدم دمك والهدم هدمك ويترثني وأرثك، كانوا يتعاهدون على الجاهلية، توارثون بموجب الحلف ولو كان من غير أقاربه، فالحليف يرث حليفه، وكان هذا موجودا في أول الإسلام. ولهذا قال: والذين عقدت أيمانكم، أي عاهدتموه، عقدت أيمانكم أي عهودكم، عهودكم وحلفكم. ونسب إلى اليمين لأنه من عادتهم إذا تعاهدوا أن يمد كل واحد منهم يمينه إلى الآخر ويصافحهم، كانوا يتوارثون بذلك. ولهذا قال: فآتوهم نصيبهم، يعني من الميراث بموجب الحلف الذي بينهم. ثم إن الله نسخ ذلك وحفظ العلم في الأقارب، كما قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنسخ التوارث بالحلف وقصر على القرابة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، عرفنا أن هذا كان موجودا في أول الإسلام ثم نسخ، هذه الآية منسوخة. آتوهم نصيبهم. ثم قال، ختم الآية بقوله: إن الله كان على كل شيء شهيدا، شاهدكم سبحانه، ويطلع عليكم فلا تظلموا الناس أو تبخسوا حقوقهم أو تمنعوا مواريثهم. الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز لأحد أن يغير ذلك وأن يعطي من يريد ويحرم من يريد، هذا ليس إليه،
تعطي من تريد من الميراث وتمنع من تريد، لا لا يجوز، هذا حكم شرعي لا يجوز تغييره ولا تبديله. إن الله كان على كل شيء شهيدا، فهو يشاهد تصرفاتكم وأعمالكم وسيجازيكم عليها، ومنها إعطاء ذوي الحقوق حقوقه. إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم بين سبحانه ما بين الرجال والنساء من العلاقات أزواجا وغير أزواج، ما بين الرجال والنساء من بني آدم أزواجا وغير أزواج. فقال الرجال قوامون على النساء، جعل الله القوامة للرجل على المرأة، لأن المرأة ضعيفة، ضعيفة في عقلها، ضعيفة في دينها، ضعيفة في جسمها، فهي بحاجة إلى الرجل القوي في جسمها، القوي في عقله، القوي في تفكيره، يخونها ويحميها، سواء كان من أقاربها أو كان زوجا لها، أو كان زوجا لها. المرأة بحاجة إلى الرجل وقوامته عليها، وإلا فسيحصل عليها اعتداء من الأشرار، ولا تقدر أن تدافع عن نفسها. والله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى، الرجل من جزه الله على الأنثى بالقوة وحسن التصرف، والمرأة ضعيفة، فالله جل وعلا جعل الرجال قوامين على النساء، السبب بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا في دليل على أن الرجل أفضل من المرأة، يعني الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس النساء. وأما من حيث الأفراد قد تكون الله خيرا من آلاف الرجال من حيث الأفراد، وأما من حيث جنس الرجال وجنس النساء جنس الرجال أفضل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وليس الذكر كالأنثى، الذكر يقدر على ما لا تقدر عليه الأنثى، يدرك ما لا تدركه الأنثى، بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه واحدة، هذا سبب. والسبب الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل ينفق على المرأة سواء كانت قريبته أو كانت زوجة له، الرجل محمل ومكلف بالإنفاق على المرأة القريبة إذا احتاجت، وأما الزوجة فمطلقة ينفق عليها مطلقة ولو كان عندها أموال، نفقتها على الزوج. وبما أنفقوا من أموالهم يعني على النساء، الله جعل لهم القوامة عليهن، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم بين سبحانه أن المرأة المستقيمة، أن المرأة المستقيمة لها فضل عظيم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه المرأة الصالحة. القسم الثاني المرأة التي في عكس ذلك، والتي تخافون نشوزهن، فالصالحات من النساء
الصالحات في دينهن، الصالحات في عشرتهن لأزواجهن، الصالحات في أخلاقهن، قانتات. والقنوت هنا المراد به المداومة، أي مداومات على طاعة أزواجهن بالمعروف، مداومات على طاعة أزواجهن لكن بالمعروف، قانتات حافظات للغير. إذا غاب زوجها حفظته في ماله، حفظته في عرضها، وحفظته في أولاده، وحفظت سره الذي أسره إليها، فهي أمينة. هذه امرأة أمينة حافظة لغيبة زوجها، هذه امرأة ممتازة حافظات للغيب لما حفظ الله. الحافظ هو الله جل وعلا، وإنما هذه المرأة وفقها الله جل وعلا، وفق الله لهذه الصفات العظيمة، فدل على أن النساء فيهن خيرات طيبات، وفيهن دون ذلك. ولهذا قال: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز في اللغة هو الارتفاع، هو الارتفاع. والمرأة الناشز هي التي تترفع على زوجها، تترفع على زوجها وتعصيه، تمتنع من عشرته، تمتنع من أداء حقوقه. والتي تخافون نشوزهن، ما هو الحل معهن؟ الله جل وعلا قال: فعظوهن، عظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا نجزت المرأة على زوجها، ترفعت عليه، تمنعت عن حقوقه، فإنه أول خطوة معها يعظها ويذكرها بالله، ويبين لها الوعيد الوارد في حق من ترفعت على زوجها، وأنها حرام عليها رائحة الجنة إذا دعاها إلى فراشه ولم تجبه، وأنها تبيت الملائكة تلعنها، نسأل الله العافية. فيعظها بهذه الأمور، عظوهن. فإن امتثلت الحمد لله. المرأة المؤمنة إذا ذكرت ووعظت فإنها تتذكر وتعدل عما وقعت فيه. وقد يكون أحد من الناس سول لها وأملالها وغير رأيها، فإذا سمعت الموعظة والتخويف بالله فإنها تعدل عن ذلك بموجب إيمانها. المرحلة الثانية: إذا لم تجد الموعظة اهجروهن. والهجر هو الترك، الهجر هو الترك. اهجروهن في المضاجع، في الفراش. قالوا معناه أنه لا يبيت معها في فراش، يكون هو في فراش وهي في فراش آخر. وقيل لا، بل يبيت معها في فراشها ولكن ينصرف عنها بوجهه، ينصرف عنها بوجهه ولا يقبل عليها حتى تعرف خطأها، تندم على فعلها. فالخطوة الأخيرة هي أن يجد الهجر الضرب، يضربها عقوبة لها، لأن الله أعطاه السلطة عليها. الرجال قوامون على النساء، يضربها ضربا غير مبرح، لا يسطر عظما ولا يشق جلدا، وإنما يؤلمها ولكن لا يؤثر في جسمها. واضربوهن. هذه مراحل العلاج مع المرأة الناشز، والذي يقوم بها هو زوجها.
الآن يقولون الصحفيون والعلمانيون يقولون هذا العمل هو الرجل يهجر امرأته إذا نشزت أو أنه يعظها ويذكرها، هذا من العنف الأسري يقولون، هذا العنف الأسري هذا ما يرونه، فهم يعترضون على أحكام الله سبحانه وتعالى، يعترضون على أحكام الله، يريدون أن تتمرد المرأة على زوجها وعلى ولي أمرها، ولو أنه رباها قالوا هذا العنف الأسري. سبحان الله، شرع الله جل وعلا هذا عنف أسري، لكن هؤلاء لا يفقهون أو أنهم لا يؤمنون والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا فإن أطعنكم، يعني بعد هذه الإجراءات أثرت فيها فأطاعت زوجها وتركت النشوز، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تعتدوا عليهن بغير سبب شرعي، بل اعدل معها واعطها حقها وعاشرها بالمعروف، ولا تقل هذه وهذه حصل منها وحصل منها، انس هذا الشيء تناسه وأصلح عملك معها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فالذي يؤذي زوجته أو يضرها أو يضربها أو يهجرها من غير ذنب لها ومن غير سبب، هذا باغي والعياذ، هذا من البغي، والله جل وعلا ينهى عن البغي، فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال جل وعلا إن الله كان عليا كبيرا، تذكروا أنك وإن كنت لك مرتبة عليها فالله أعلى منك، إن كنت لك قدرة عليها فالله أقدر عليك، إن كنت ترى أنك أرفع منها وأكبر منها الله أكبر منك سبحانه وتعالى. تذكر ربك عز وجل في علوه وكبريائه، إن الله كان عليا كبيرا. هذا إذا كان النشوز من المرأة وحدها، أما إذا كان النشوز من الزوجين، حصل نشوز من المرأة أو نشوز من الرجل، حصل النشوز من الطرفين، قال تعالى واللاتي تخافون نشوز، قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نعم وإن خفتم شقاقا، نعم وإن خفتم شقاقا بينهما، يعني كل منهم منشق عن الآخر، شقاق هو ناشد عنه ويناشد عنه، وإن خفتم شقاقا بينهما فما هو الإجراء؟ أبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، يبعث القاضي، القاضي يبعث رجلين عدلين، واحد من أهل المرأة لأنه يعرف طبيعة المرأة ويعرف وأيضا يخاطبها لأنه من أهلها ولا تستريب منه، وحكما من أهله وحكما من أهله، حكم من قبل أهل الزوج وأقارب الزوج، وحكم من أهل المرأة من أقاربها، ينظران في هذا النزاع ما هي أسبابه وما علاجه،
فيعالجان هذا الأمر. وسماهما الله حكمين، حكمين، والحكم ينفذ حكمه، يفوض إليهما الحكم في هذه القضية. كان هذا استخلاف من القاضي لهما، أبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال: إن يريد أي الحكمان إصلاحا لو صلحت نية الحكمين فإن الله يوفق بينهما، يوفق بينهما ويوفقهما لحل المشكلة بناء على صلاح النية. ما يكون أحد الحكمين له هوى، أو كلا الحكمين كل واحد له هوى، وإنما يكون قصدهما العدل بين الزوجين وإنهاء هذه القضية بما يصلح الطرفين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فإذا رأى الحكمان الاجتماع بين الزوجين فلهما ذلك. إذا رأي أن ما في فائدة، ما في فائدة ولن يجتمع، فإن لهم الصلاحية بأن يفرق بينهما، لأنهما حكمان، لأنهما حكمان يفرقان بينهما. والقاضي يلغي هذا الحكم لأنه هو الذي عمدهما بذلك، فيمضي هذا الحكم من اجتماع أو انفراق بين الزوجين. إن الله كان عليما خبيرا، شرع لكم هذه الأحكام العظيمة لأجل مصالحكم، وهي مطابقة لحكمته سبحانه وخبرته، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فهذه أحكام الله جل وعلا بين عباده، وهذا ما شرعه الله عند النزاع بين الزوجين، هذه الحلول العظيمة. الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما فيه الخير والصلاح، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يصلح ما بينهم من الاختلاف، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يصلح ولاة أمورهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، أعمل معلما، وفي هذه الأيام نداوم يوما أو يومين فقط في الأسبوع، ثم نقوم بتوقيع جميع أيام الأسبوع، وذلك بموافقة من المدير المباشر، فهل ذلك جائز لأنه لا يوجد عمل في المدارس هذه الأيام؟ هذا يرجع إلى النظام، يعني نظام التعليم. فإذا كان نظام التعليم يسمح لكم بذلك فلا بأس، أما إذا كان النظام لا يسمح بذلك فلا يجوز، ولو سمح به المدير. المدير لا يخالف النظام. نعم. يقول: أنا رجل في السبعين لي أصدقاء منذ طفولتي، ولا زلت أتواصل معهم وأتفقد أحوالهم وأدخل بيوتهم، وكذلك هم ولهم أولاد بمثابة أولادي وبنات، وإذا رأوني أقبلنا يريدن مصافحتي وتقبيل رأسي، لكنني أمنعهن وأرى انكسار قلوبهن، خاصة عند خروجي والرجوع منه.
فما ترون في ذلك؟ نرى أنك على صواب والحمد لله. ما الصافح؟ ما يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له أو ليس في محارم. لا يحل المصافحة الرجال للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، بل كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. لا يجوز الرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه أو امرأة لا تحل له من زوجاته. نعم. تقول هل يمكن عند الحلول وهون أن ينكسر خاطئهم؟ بين لنا هذا، بين لنا هذا حرام ولا يجوز، وأنه ما ترحن احتطارا لهن، إنما امتثال لأمر الله عز وجل. بين لنا هذا. نعم. تقول هل يمكن عند السجود تفرقة الأصابع أو جمعهما؟ لا، ما تفرق الأصابع في السجود، وإنما يضم بعضها إلى بعض وتمد نحو القبلة. نعم. تقول هل يجوز الاتكاء على الأعمدة عند الفراغ من الصلاة؟ هل؟ على الأعمدة، أعمدة المساجد. إيه؟ هل يجوز الاتكاء؟ الاتكاء على الأعمدة أو على الجدار بعد السلام لا بأس به، لا بأس به، لأن فرغت الصلاة. أما الاتكاء في حال الصلاة فلا يجوز إلا للعاجز، أما القوي فلا يجوز أن يتكي وهو يصلي. نعم. ما حكم شراء ألعاب للأطفال في البيت حتى لا يذهبوا إلى الأندية؟ طيب، بس ما تكون الألعاب محرمة، والألعاب مما يباح. نعم. هل يجوز إهداء أجر الطواف 7 أشواط للأخ الميت؟ هذا يفعله الناس لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه، فتركه أحسن. وتدعو للميت أو لقريب، تدعو له وأنت تطوف في نفسك. نعم. تقول: أو امرأة لم تصم رمضان بعذر الحمل وأدركها رمضان بعده ولم تصمه لعذر الإرضاء، ماذا عليها؟ وإذا كان الإطعام فهل يجوز أن تقتصر في إطعامنا على مجموعة من الناس تكرر عليهم الإطعام؟ ليس عليها إطعام، عليها القضاء فقط. إذا كانت تركت القضاء بين الرمضانين لعذر لم تتمكن بسبب الرضاع فليس عليها إلا القضاء بعد رمضان الجديد، تقضي ما عليها من رمضان القديم ويكفي هذا. نعم. يقول سماحة الشيخ: سمعنا في تسجيل لكم أنكم قلتم لمن تكلم على الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه اتركوه، هل تقصدون القائل أم الكلام؟ نقصد القائل ونقصد الكلام، كله يترك كلام. هل يتكلم في أحد من الصحابة هذا ينكر عليه ويترك ولا يعبى بكلامه. نعم. تقول سائل من اليمن، تقول: ما حكم الاعتصامات والمظاهرات وهل لها وجه في الدين، حيث أفتى بعض العلماء أنها من أعظم الجهاد في سبيل الله ضد الظلمة؟ هذا الكذاب اللي يقول انه من الجهاد، هذا الكذاب، ليست المظاهرات من الجهاد، هذه ما يحرمها الاسلام لما فيها من المفاسد، ما فيها من معصيه ولي الامر، ما فيها من الفوضى، ما فيها من سفك الدماء، ما فيها من التحريم، ما فيها مفاسد، وليست من دين الاسلام في شيء، انما هذا نظام غربي، هذا نظام غير المسلمين. أما المسلمون فإنهم يلزمون الهدوء والسكينة وحل المشاكل بموجب الشرع لا بالمظاهرات نعم. هل أهل مكة إذا أرادوا السفر عليهم قضاء قضاء؟ نعم، من حج
من حج من أهل مكة ولا غيره، من حج من أهل مكة وغيره إذا أراد أن يسافر بعد الحج فلا بد من طواف الوداع. نعم. يقول: توفي أبي ولم يترك لنا شيئا ولي خمس أخوات أعانني الله وزوجت وتم تزويجهن كلهن في وقت قصير عن رضا منهن وأزواجهن، وأنفقت عليهن ما استطعت وليس في خاطري شيء سوى سترهن ووفاء لأبي، هل لي أجر على ذلك أم أني فعلت ما يجب علي فقط؟ نعم، من فعل ما يجب عليه فله أجر، واجب عظيم، إذا أديت الواجب عليه فلك أجر لذلك، فأنت محسن جزاك الله خيرا وقمت بالواجب والله جل وعلا يجيبك على ذلك. نعم. ما شروط الحكمان لحل النزاع بين الزوجين؟ فيهما العدالة ويشترط فيهما الخبرة أيضا، الخبرة والعدالة. نعم. تقول: هل يجوز مس المصحف المترجم باللغة الأجنبية على غير الوضوء؟ نعم، هذا كتاب تفسير ما هو مصحف، هذا كتاب تفسير يعني ترجمة معاني القرآن، أي ترجمة تفسير القرآن، هذا كتاب تفسير لا بأس أن يمسه وهو على غير طهارة مثل سائر الكتب، إنما المصحف هو الذي لا يمسه إلا على طهارة. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم من لديه قادمة غير مسلمة ويسكن حول مكة ويضطر أحيانا للمرور بها من داخل مكة، هل عليه شيء؟ أول شيء لا يجوز له أن يأتي بخادمة غير مسلمة يدخلها في بيته مع بناته مع أولاده، المسلمات ولله الحمد كثيرات، فيأتي بخادمة مسلمة. ثانيا، لا يجوز أن يدخلها في الحرم، لا يدخل الكافر والمشرك في الحرم، يعني في داخل الأميال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد العام التاسع من الهجرة لا يدخلون المسجد الحرام، يعني الحرم هو خاص بالمسجد الذي عند الكعبة فقط، بل لا يدخلون الحرم كله. نعم. يقول: ما حكم من يقول لو أن سيدنا آدم عليه السلام لم يأكل من الشجرة لكنا في الجنة، أن هذا القول فيه شيء؟ هذا لا يجوز، لأن هذا معنى تنقص لآدم عليه السلام، وآدم تاب إلى الله وتاب الله عليه، لا يجوز هذا الكلام، عليك بنفسك يا آدم، ما تدخل الجنة بدون عمل، ما تدخل الجنة إلا بعمل يا آدم. نعم. كيف تكون الاستعاذة للجن المسلم عند الرقية؟ لا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالأموات ولا بالغائبين، ما تجوز الاستعانة إلا بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانته، أما الجن أما الغائب أما الميت لا تجوز الاستعانة بهم، وهذا من وسائل الشرك. نعم. تقول: ما حكم من يحضر في احتفالات المولد النبوي؟ حرام عليه حضور الاحتفال البدعي، والاحتفال بالمولد النبوي احتفال بدعي، ولا يجوز حضوره ولا التشجيع عليه ولا إقراره ولا المشاركة فيه، لأنه بدعة، كله بدعة ضلالة. نعم. قد يجوز استعمال جنود الخنزير في الملابس والأحذية بعد بلاغتها؟ الخنزير رجس أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني الخنزير، فلا يجوز استعمال شيء منه لا من جلده ولا من شعره ولا من جميع أجزاء الخنزير رجس، فلا يجوز استعماله. نعم. هل الغضب من صغائر الذنوب أو من الكبائر؟ الغضب طبيعة في الإنسان، لكن إذا غضب يمسك نفسه
يمسك نفسه ولا ينفعل مع الغضب، يستعين بالله من الشيطان يعالج الغضب، إلا هو ما له قدرة في الغضب إلا أنه يكافح الغضب. نعم. ما حكم الذين يصلون مع الجماعة في المساجد لكنهم ينشغلون بالقيل والقال والغيبة والنميمة في الآخرين؟ صلاتهم مع الجماعة في المساجد هذا فرض أدوا والحمد لله، وأما غيبة الناس هذا ذنب آخر، عليهم ذنب آخر، فهم محسنون من ناحية أداء الصلاة في الجماعة ومسيئون من ناحية ارتياب الناس، عليهم التوبة إلى الله عز وجل. نعم. يقول منزلي بين مكة والميقات، ميقات يلملم، ودخلت العام الماضي مكة محرما لكن لم أكن ألبس ملابس الإحرام لعدم حصولي على تصريح الحج، فما حكم حجي؟ حجك صحيح لأن الإحرام بالنية أو بالملابس، الإحرام بالنية، الملابس المخيطة المحظور من محظورات الإحرام، وما دام أنك فعلت هذا فإنك متعمدا فإنه يكون عليك حجة، يكون عليك فدية وحج صحيح، والفدية تخير فيها بين لبس شاة في مكة توزعها على الفقراء أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. نعم. تقول إذا اكتشفت أن العامل الذي يعمل عندي قد سرق بعض المال من المحل، هل يجوز أن أدخل في غرفته وأفتش في أمتعته وإذا وجدت مالا أأخذه ردا بحقي؟ إذا تأكدت أنه سرق من شيء ووجدته عنده، وجدت مالك تعرف أن هذا من مالك فلك أخذه، أما أن تأخذ من ماله بدون أن تعرف أنه من مالك هذا لا يجوز، لست متأكدا من هذا. نعم. يقول ما حكم من حلف على القرآن الكريم بشيء ما؟ لا يحلف على القرآن الكريم، هذه عادة سيئة ولا يجوز أن يحلف على المصحف، إذا أراد يحلف يحلف بالله بدون المصحف. نعم. يقول ما حكم الصلاة في المصليات والعمائر المطلة على الحرم والاهتمام بإمام الحرم والصفوف غير متصلة؟ إذا كانت الصفوف غير متصلة فلا تصح الصلاة خارج المسجد، يشترط أن يضيق المسجد تكون الصفوف متصلة خارج المسجد، وأن ترى الإمام أو ترى من خلفه، شرطين، الشرط الأول أن تكون الصفوف متصلة ويسبب ضيق المسجد، والشرط الثاني أن ترى الإمام أو ترى بعض المأمومين الذين خلفه التليلين. نعم. يقول هناك من إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على سيدنا محمد، ثم يقول الذي تقضى به الحوائج وتنفرد به الكرب إلى غير ذلك، ما حكم هذه المقالات؟ هذه الزيادة باطلة، الذي تقرا به الحوائج والذي تنفرد به القرب هذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز، أما الصلاة والسلام عليه هذا مشروع، من حقوقه علينا أن نصلي ونسلم عليه، أما أن تقرا به الحوائج أو تنفرد به القرب هذا بالله عز وجل، الله هو الذي يقضي الحوائج وهو الذي يفرد القرب، ليس هذا للرسول. نعم. يقول ما معنى لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة في مساجد؟ معناه لا يسافر لأجل العبادة في مكان، لا يسافر لأجل العبادة في مكان خاص إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، يسافر لها للعبادة للصلاة فيها، هذا المراد بلا تسد الرحال، أما أنه يسافر للنزهة أو يسافر للتجارة أو يسافر لزيارة
أقاربه وأرحمه هذا لا بأس به، إنما السهر الذي للعبادة هذا لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة. نعم. وما حكم السفر بتخصيص ثلاثة أيام أو 40 يوما للدعوة؟ ما يحدد للدعوة أيام ولا أعوام، هذا لا دليل عليه وهو بدعة ما يحدد لها. تخرج إذا كان عندك علم، أما الجاهل بعد ما يخرج للدعوة. إذا كان عندك علم وتكبر على الدعوة تخرج بدون تحديد أيام أو شهور أو هذا بدعة. نعم. يقول ما نصيحتكم لطالب العلم الذي درس سنوات وينوي أن يعود إلى بلده وفيها انتشار للفرق والمبتدعة وخلاف أهل السنة؟ انظر إذا رجعت إلى بلدك وقد أعطاك الله العلم وعرفت الحق انشر العلم هناك وادعو إلى الله كما قال جل وعلا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يجب عليك هذا أن تقوم بالإصلاح والدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي. يقول في مسألة المصليات المرتدة على الحرم ذكرت الشرطان، هل يجب أن تجتمع الشروط أم يكفي أحدهما؟ لا لا بد من الشرطين جميعا ما يكفي واحد. نعم. امرأة أرضعت ابنها ثم أرضعت بنت قريبتها، هل البنت محرم على جميع أبناء هذه المرأة أم على الذي رضعت معه فقط؟ أعيد السؤال. امرأة أرضعت ابنها ثم أرضعت بنت قريبة لها، هل البنت محرم على جميع أبناء هذه المرضعة أم على الولد الذي رضعت معه؟ لا، محرم على جميع أولاد المرضعة وعلى جميع أولاد زوج المرضعة، زوجها للوها اللبن أيضا أولاده من غيرها أيضا يحرمونها. نعم. تقول لو حصل خلاف بين الزوجين عندنا في الأعراض، إذا خرجت المرأة من البيت إلى بيت أهلها يعتبرونها ناسية ولا تأخذ شيئا من أغراض البيت حتى المجوهرات يأخذونها منها، ما حكم ذلك؟ إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنها هي ناسية ما هي شيء، ولكن ولكن ما تملكه من حرية وزيادة وخليها لا يجوز أخذها منها. نعم. يقول أب عنده أموال وعنده ستة من الأولاد، قبل وفاته أوصى على أن تقسم التركة على خمسة من الأبناء دون واحد، فهل يعطى له من الميراث هذا الذي أوصى الأب بعدم إعطائه؟ هذه وصية باطلة، هل يحرم بعض أولاده من الميراث؟ نسأل الله العافية، هذا لا يجوز إلا إن كان هذا الابن مخالفا له في الدين، إن كان مخالفا له في الدين فلا توارث بين المختلفين في الدين، أما ما دام أنه مسلم فلا يجوز له أن يحرمه من حقه من الميراث. نعم. ما حكم تربية أبناء الزنا وهل يجوز تزويجهم؟ الإحسان إليهم ما لهم ذنب، أولاد الزنا ما لهم ذنب، يربون ويحسن إليهم ويزوجون لأنهم مسلمون ما لهم ذنبهم. نعم. تقول هل يجوز أن أدفع مبلغ من المال لأحد الأشخاص من أجل أن يعتمر على أمك العاجزة؟ إن كانت أمك ما اعتمرت عمرة الإسلام وهي عاجزة عن المجيء عجزا دائما لا تقدر، فنعم أعط من يعتمد عنها عمرة الإسلام. نعم. ما هي الكتب التي تساعد على فهم القرآن الكريم مع التفسير؟ هو التفسير، الكتب التي تساعد على فهم القرآن الكريم هي كتب التفسير، التفسير المعتمدة الصحيحة، تفاسير السلف الصالح، هذه هي التي يستعان بها على فهم القرآن الكريم. نعم. شخص الساعة 8 أشواط ناسيا، ما الحكم؟ لا شيء عليه، الزيادة هذه ناسيا ما تضر. نعم. هل بناء المحراب سنة أو واجب؟ بناء المحراب على القبلة للمصلحة،
علامة على القبلة. المسجد اللي ما فيه محراب إذا دخلت ما تعرف وين القبلة، إذا رأيت المحراب عرفت القبلة، فيه مصلحة. نعم. هل يجوز إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة نفقة عليها؟ إذا لم يكن لها زوج ينفق عليها ولا قريب ينفق عليها، هي محتاجة يقول الله.